قصة اليوم هي قصة الأنف العجيب. يحكى أن ثلاثة من الجنود المحبين للوطن واسمهم فائز ونادر وغالب انتهوا من الحرب، فأرادوا الرجوع إلى بلدهم وساروا في طريقهم مسافة طويلة، وأخذوا ينتقلون من قرية إلى أخرى ومن بلد إلى بلد وهم في حزن شديد وقلوبهم متألمة كل التألم للمعاملة السيئة التي عوملوا بها بعد القتال سنوات طويلة والانتصار في محاربة العدو وطرده من البلاد وهزيمته شر هزيمة. فقد أهملوا كل الإهمال ولم يجدوا تقديرا من أحد، فساءت حالتهم وضاقت الطرق في وجوههم، واضطروا أن يسافروا على الأقدام كالتائهين أو المتشردين في العالم في آخر حياتهم، في وقت كبرت فيه أسنانهم وبيضت رؤوسهم من الشيب، وصاروا في حاجة كبيرة إلى العطف والمساعدة بعدما قاموا به من الخدمة الوطنية الصادقة لبلدهم ووطنهم في أيام شبابهم وقوتهم. وقد استمروا في طريقهم حتى وصلوا إلى غابة من الغابات المملوءة بالأشجار الكبيرة، فاضطروا أن يمروا بها ويقضوا ليلتهم فيها ويبيتوا بها، لأن الشمس قد غربت والمساء قد أقبل بظلمته وظلامه. ولكي يحافظوا على أنفسهم ويتقوا شر الحيوانات المفترسة في الغابة ولا يحدث لهم ضرر في أثناء نومهم، اتفقوا فيما بينهم أن ينام اثنان منهم ويقوم الثالث بالحراسة على أن تكون بالتناوب، بحيث يأخذ كل منهم دوره ويقوم بالحراسة مدة من الزمن، ثم يستيقظ رفيقه ليحل محله، وهكذا بالتبادل حتى يطلع الفجر خوفا من أن تهجم عليهم الحيوانات المتوحشة وتمزقهم وتأكلهم ولا تترك منهم شيئا. وبهذه الطريقة اقتسموا الليل بينهم، بحيث يأخذ كل منهم نصيبه من النوم والسهر للحراسة بطريقة عادلة منظمة. وابتدأت القسمة بأن نام الجنديان فائز ونادر ليستريحا في الأول، فاستولى النوم عليهما حينما وضع كل منهما جسمه على الأرض وناما بسرعة غريبة لتعبهما من المشي طول النهار. وقام الجندي غالب وجمع بعض الخشب للوقود وأوقد نارا كبيرة ليدفئ نفسه تحت شجرة من أشجار الغابة، وجلس بجانب النار ليحرس رفيقيه في أثناء نومهما. وبعد مدة قصيرة أقبل عليه فجأة رجل قزم قصير القامة يلبس معطفا أحمر، وسأله وهو بعيد: من هناك تحت الشجرة؟ فأجابه غالب: صديق من الأصدقاء. فسأله القزم: ومن هذا الصديق؟ فأجابه غالب: هو جندي قضى حياته في الحرب والجندية حتى كبرت سنه وضعفت قوته وصار لا يجد له مسكنا يسكنه، فاضطر أن يلجأ إلى الغابة لينام فيها ويقضي ليلته هو واثنان من أصدقائه الجنود. فتعال واجلس معي لتدفئ نفسك من البرد. فقال القزم: حسنا جدا أيها الصديق، لقد تألمت لك ولصديقيك، وسأعمل كل ما في استطاعتي لمساعدتك في الحياة. وأعطاه رداء عجيبا وقال له: خذ هذا الرداء العجيب واحتفظ به، واحذر أن يضيع منك لأنه ثمين جدا،
وإذا لبسته في أي وقت من الأوقات وتمنيت أي شيء من الأشياء تحققت رغبتك في الحال. فشكر له غالب معروفه وودعه القزم ثم ذهب إلى حاله. وبعد قليل أتى دور الجندي فائز في الحراسة، فاستيقظ وقام ليحرس رفيقيه، ونام غالب مكانه ليستريح. وبعد ساعة حضر القزم الشفيق ثانية، فاستقبله الحارس فائز استقبالا حسنا كما يستقبل الصديق صديقه. فأهدى إليه القزم كيسا عجيبا مملوءا نقودا ذهبية لا ينفد ولا ينقص مهما ينفق الإنسان منه، وكلما أخذ ما فيه من النقود ملئ ثانية، فهو هدية ثمينة لا تقدر بمال. وحينما أتى دور الجندي نادر في الحراسة حضر القزم للمرة الثالثة، فقابله نادر مقابلة حسنة وأكرمه إكراما تاما، فأهدى إليه القزم بوقا موسيقيا عجيبا إذا نفخ فيه مرة واحدة تجمعت الناس حوله وأخذوا يتمتعون بموسيقاه العذبة الجميلة، ونسي كل منهم عمله. وإذا نفخ فيه ثلاث مرات حضرت فرق كبيرة من الجيش مزودة بأسلحتها ودخائرها مستعدة لتنفيذ أوامره في محاصرة أي مملكة ومحاربتها والانتصار عليها في الحال. فشكر نادر للقزم هديته الثمينة وودعه القزم ثم ذهب إلى حاله. وفي الصباح حكى كل منهم حكايته مع القزم لرفيقيه، وعرض كل منهم الهدية الثمينة التي أهداها إليه، وبين فوائدها وطريقة الانتفاع بها، ففرحوا فرحا كثيرا وحمدوا الله على ما أنعم به عليهم. كان هؤلاء الجنود الثلاثة أصدقاء، يفكر كل منهم في الآخر ويحبه كما يحب نفسه، فاتفقوا فيما بينهم أن يعيشوا معا وأن يساعد كل منهم صاحبه ويشرك صديقيه في ثروته العجيبة، وأخذوا يفكرون فيما يجب أن يفعلوه في البدء. فقال فائز صاحب الكيس العجيب: إن عندنا كيسا ذهبيا لا ينتهي مهما ننفق منه، فما المانع من أن نقوم برحلة حول العالم لنراه ونتمتع بمناظره الجميلة وعاداته المختلفة؟ فوافقه رفيقه على هذه الفكرة الجميلة، وسافروا إلى أقرب مدينة واشتروا منها ما يحتاجون إليه من ملابس وأشياء ضرورية للسفر، وكلما أخذوا من الكيس ما فيه ملئ ذهبا كما كان، وأخذوا ينتقلون من مدينة إلى أخرى ومن قطر إلى آخر، ويسافرون في السفن البحرية مرة وفي العربات التي تجرها الجياد مرة أخرى، وعاشوا مثل الأغنياء من السائحين، يذهبون صيفا إلى الجهات البحرية المعتدلة الجو، وينتقلون شتاء إلى البلاد الدافئة الجميلة ليتمتعوا بجوها الجميل وشمسها الطالعة وسمائها الصافية الزرقاء، ويروا ما فيها من الآثار، ويحسنوا في كل جهة إلى كثير من الفقراء والمساكين. وبعد أن مكثوا ثلاث سنوات في سفر ورحلات، ملوا السياحة والحياة المتنقلة، وفكروا في أن يستقروا في بيت من البيوت الكبيرة ليعيشوا عيشة منزلية هادئة. فلبس غالب رداءه العجيب وتمنى أن يكون له ولصديقيه قصر جميل فيه كل وسائل الراحة من الأثاث
وما يحتاجون إليه في حياتهم. ففي الحال وجدوا أمام أعينهم قصرا عظيما تحيط به حدائق غناء وملاعب متسعة منظمة، وعلى بعد من القصر مراع واسعة وحدائق كثيرة وإسطبلات للخيل. وقد وقفت أمام القصر ثلاث عربات جديدة للرياضة والخروج للتمتع بالهواء الطلق والجو الجميل. وقد أعجب بالحياة البيتية الهادئة في القصر في أول الأمر، وعاشوا فيه عدة أشهر، وكانوا يجدون ما يرغبون في معيشتهم ويتريضون في الحدائق والحقول، ولكنهم لا يزورون أحدا ولا يزورهم أحد. فسئموا هذه الحياة وفكروا في زيارة حاكم كان قريبا منهم، فأرسلوا إليه رسولا يخبره برغبتهم في زيارته، فرحب بمجيئهم ولبسوا ملابسهم الجديدة وركبوا عربتهم الكبيرة وأمروا السائق أن يذهب بهم إلى قصر الحاكم. سارت العربة بهم حتى وصلوا إلى قصر الحاكم، فاستقبلهم استقبالا عظيما وأكرمهم إكراما تاما لما يبدو عليهم من مظاهر الأبهة والعظمة واعتقاده أنهم من أبناء الملوك، واستمروا ضيوفا بقصر الحاكم عدة أيام. وفي يوم من الأيام كان فائز صاحب الكيس العجيب سائرا مع الأميرة وهي الابنة الوحيدة للحاكم، فرأت في يده هذا الكيس فسألته: ما هذا الكيس الذهبي الجميل؟ فأجابها بحسن نية: إن هذا كيس عجيب لا ينفد ما فيه من ذهب، فهو ثروة كبيرة لا تقدر بمال. ولم تكن الأميرة في حاجة إلى إخبارها بسر هذا الكيس، فهي نفسها ساحرة عرفت بالمكر والخبث والذكاء، وهي تعرف قيمة هذا الكيس العجيب والرداء العجيب والبوق الغريب، وتتمنى أن تحصل عليها بالتدريج، وخصوصا الكيس العجيب، فقد رأته وأعجبت به تمام الإعجاب وعرفت نوعه ولونه وحجمه، وعزمت عزما أكيدا أن تعمل كيسا مثله تماما، بحيث لا يستطيع أي إنسان أن يميزه من الكيس العجيب الأصلي. وحينما انتهت من صنعه فكرت في حيلة بها تأخذ الكيس السحري العجيب من الجندي وتعطيه الكيس العادي الذي ليس له قيمة ثمينة. فدعت الأميرة فائزا صاحب الكيس العجيب لزيارتها في يوم من الأيام، وأوصت الخادم أن يقدم له عند حضوره فنجانا من الشاي يضع فيه مادة منومة. فلما حضر فائز استقبله الخادم وأجلسه في حجرة الاستقبال وقدم له فنجانا من الشاي المذكور، فشربه فغلبه النوم في الحال. فوضعت الأميرة يدها في جيبه وأخذت منه الكيس الثمين ووضعت مكانه الكيس الذي صنعته تقليدا له، ولم يحس الجندي بما حدث. فوضعت الأميرة يدها في جيبه وأخذت منه الكيس الثمين ووضعت مكانه الكيس الذي صنعته تقليدا له، ولم يحس الجندي بما حدث لأنه كان في شدة النوم. وفي الصباح التالي ترك الجنود ضيافة القصر وراجعوا إلى بيتهم واحتاجوا لشراء بعض الأشياء، فأخذوا ما في الكيس من النقود، ولكن مع الأسف الشديد لم يملأ ثانية كما كان يملأ وصار خاليا من النقود على غير عادتهم. فعرف الجنود في الحال أن الأميرة قد احتالت على فائز وأخذت منه الكيس العجيب ووضعت بدل منه هذا الكيس العادي،
وتذكر فائز أنه ذكر حكاية الكيس العجيب للأميرة، واعتقد أنها هي التي خانته وهو نائم، وفهم الحيلة التي احتالت بها عليه لينام، وعرف أنها وضعت له مادة منومة في الشاي الذي شربه فنام في الحال. وأخذ فائز يصيح ويقول: من أين ننفق؟ وكيف نحصل على هذا الكيس الثمين ثانية؟ لقد صرنا فقراء أشقياء كما كنا. فقال الجندي غالب: لا تحزن ولا تتألم، وسأجتهد في أن نحصل على هذا الكيس سريعا. وما زال عندنا الرداء العجيب والبوق الغريب. وهنا وضع غالب الرداء السحري فوق كتفيه، وتمنى أن يكون بحجرة الأميرة في قصرها. ففي الحال وجد نفسه في حجرتها، ووجدها جالسة وحدها تعد الجنيهات الذهبية التي وقعت حولها بكثرة من الكيس العجيب. فوقف غالب ينظر إليها مدة طويلة من غير أن تحس به، لأنها كانت مشغولة بالذهب المتساقط من الكيس وعده. ثم نظرت حولها فرأته، فوقفت بسرعة وأخذت تصيح وتستغيث بأعلى صوتها: لصوص، أمسكوا بالسارق، أمسكوا بالسارق. فحضر الخدم يجرون من كل ناحية من القصر، ودخلوا حجرتها وحاولوا أن يقبضوا عليه، فخاف خوفا شديدا ونسي أنه يلبس الرداء السحري، وأنه يستطيع أن يهرب إلى بيته في لحظة واحدة إذا تمنى ذلك. ولكنه من شدة خوفه نسي وجرى إلى النافذة وقفز منها، ولسوء الحظ أمسك مسمار بردائه العجيب فتعلق الرداء به، فتركه الجندي وهرب مسرعا قبل أن يقبضوا عليه. فلما رأت الأميرة الرداء فرحت به فرحا شديدا، لأنها تعرف فائدته وقيمته، وأمرت الخدم أن يتركوا اللص ليذهب إلى حاله. فتركوه وقد هرب من القصر بعد أن فازت بالرداء العجيب من غير تعب. ورجع غالب إلى البيت ماشيا على قدميه مكسور الخاطر لسوء حظه ونسيانه الرداء وضياعه منه. فقال له نادر: اصبر ولا تحزن، فالله موجود ولن نموت جوعا إن شاء الله. وأخرج نادر بوقه السحري ونفخ فيه 3 مرات، فحضرت فرق لا عدد لها من الجنود ومعها أسلحتها ودخائرها لتنفيذ أوامر سيدهم نادر. وقال قائدهم: إننا على استعداد لإطاعة ما تأمرنا به يا سيدي. فقال له نادر: لقد أعلنت الحرب ضد الحاكم، لأن ابنته الأميرة قد غشتنا وأخذت منا الكيس العجيب والرداء العجيب. فأمر القائد بمحاصرة قصر الحاكم. ففي الحال حاصر الجنود القصر، وأرسل القائد إلى الحاكم رسولا يأمره بتسليم الكيس الذي سرقته ابنته الأميرة والرداء الذي ترك على نافذة حجرتها، وهدده بهدم القصر فوق من فيه إذا لم يسلم كلا من الكيس والرداء لصاحبه. فقالت الأميرة: إني لن أسلم الكيس والرداء لأحد، وسترى يا أبي أني سأهزم هؤلاء الأعداء بحسن الحيلة والذكاء إذا أجلت الرد يوما واحدا. فقال الحاكم لابنته: سأترك لك الحرية في التصرف بذكائك للتخلص من هذه المشكلة. ولهذا لبست الأميرة ملابس فتاة فقيرة، وأخذت سلة بها عقود وحلي وأدوات زهيدة
لبيعها في معسكر العدو، وخرجت ومعها خادمها وأخذت تلف حول خيام الجيش وتغني أغاني عدبة، فترك الجنود خيامهم وجاءوا مسرعين ليروا هذه المغنية ويسمعوا صوتها الموسيقي الجميل، واعتقدوا جميعا أنها مغنية من المغنيات، ولم يخطر ببال أحد أن هذه هي الأميرة الماكرة المحتالة التي أخذت الكيس العجيب من السيد فائز والرداء العجيب من السيد غالب. وقد كان بين الحاضرين قائد الجيش والجندي نادر صاحب البوق السحري العجيب، فلما رأت نادرا عرفته ولكنه لم يعرفها لأنها غيرت شكلها ومظهرها، وكانت قد اتفقت مع جاريتها أن تذهب خفية حينما تشير إليها بعينها إلى خيمة نادر وتأخذ منها البوق السحري المعلق في الخيمة، وتذهب جريا إلى القصر وتنفخ في البوق 3 مرات. فأشارت الأميرة إلى الجارية بعينها، فذهبت الجارية ونفذت الخطة وأخذت البوق السحري من غير أن يراها أحد، وجرت إلى القصر ونفخت في البوق 3 مرات، فانصرف القائد والجنود وتركوا حصار القصر، ورجعت الأميرة منتصرة وأصبحت تملك الهدايا 3 العجيبة التي أهديت إلى الجنود 3 المساكين، وصاروا فقراء مفلسين وبدأوا يفكرون في حالهم ومستقبلهم. وأخيرا قال غالب لرفيقيه: إن الأحسن لنا أن نفترق ويبحث كل منا عن عيشه بالطريقة التي يحبها. فوافق الجميع على هذا الرأي، وودع غالب صديقيه وسافر متجها إلى اليمين، وسافر فائز ونادر معا واتجها إلى الشمال بعد أن ودع صديقهما غالبا. واستمر غالب ماشيا حتى وصل إلى الغابة التي وجد فيها مع صديقيه الحظ السعيد من قبل، وأخذ يسير في تلك الغابة مدة طويلة حتى قرب النهار أن ينتهي وبدأت الشمس تغرب، فجلس متعبا تحت الشجرة ولم يستيقظ إلا في الصباح، ففتح عينيه فرأى الشجرة التي نام تحتها مملوءة تفاحا ناضجا جميل الشكل، ففرح كثيرا وقد كان في شدة الجوع، فقام وقطف تفاحة وأكلها، وقطف تفاحة ثانية وثالثة وأكلهما ليزيل ما كان يحس به من ألم الجوع، وأحس إحساسا غريبا في أنفه فلمسه بيده، فوجد أنفه قد كبر وامتد على غير العادة، وأخذ يكبر ويمتد حتى وصل إلى الأرض، فأخذ يزحف على الأرض حتى أصبح ثقيلا عليه، فقال: يا للسماء، يا للعجب! وأخذ يسأل نفسه: ما هذه البلوى؟ ومتى يقف هذا الأنف؟ واستمر ينمو ويمتد على أرض الغابة حتى وصل إلى آخرها، وتجاوز الغابة وامتد في الطريق، وصار طوله كبيرا بشكل مؤلم غريب. وفي الوقت نفسه استمر رفيقاه فائز ونادر يمشيان في طريقهما حتى عثرت أي زلت رجل فائز فجأة في شيء على الأرض، فسأله نادر: ما هذا الشيء المتحرك على الأرض؟ فأجاب فائز: لا أعرف يا أخي. ثم نظر الاثنان إلى الأرض ولم يستطع أحد منهما أن يعرف أنه أنف طويل، لأنهما لم يريا شيئا في حياتهما كهذا،
واتفق أن يتتبع أثره حتى يصل إلى أوله ويعرف حقيقته ويبحث عن صاحبه حتى يجده. وقد تبع هذا الأثر حتى وجداه أخيرا ينتهي عند صديقه مغالب المسكين النائم الحزين تحت شجرة التفاح. ففكر صديقاه فيما يجب أن يفعل لإنقاذه من هذه البلوى، وحاول أن يحملاه ويخرجاه من الغابة فلم يستطيع، وبحث عن حمار واستعاراه من صاحبه ورفع غالبا المسكين فوق ظهر الحمار فسار به بصعوبة، وبعد قليل وقف الحمار ولم يمكنه السير لأنه لم يحمل شيئا كهذا من قبل. ولهذا جلس الأصدقاء الثلاثة الذين افترقوا فجمعهم الزمان ثانية وهم في يأس وحزن، ورفعوا أيديهم ودعوا الله أن يخلصهم من هذه الورطة الثقيلة، فاستجاب الله دعاءهم. وبعد قليل نظروا فوجدوا صديقهم القديم صاحب المعطف الأحمر آتيا، وسلم عليهم وسأل صاحب الأنف الطويل وهو يضحك: ماذا فعلت وكيف حدث هذا؟ مع أنه يعرف السبب ويعرف المرض ودواءه. وقال لهم: لا تحزنوا ولا تقلقوا، وسأدلكم على دواء يشفيه من مرضه في الحال. ونصح لصديقيه أن يحضر له شيئا من شجرة الكمثرى القريبة من شجرة التفاح، فإن في الكمثرى علاجه وشفاءه. فجرى فائز ونادر وقطف مقدارا كبيرا من الكمثرى، وأخذ غالب يأكل ما قدم له منها، فبدأ أنفه ينقص طوله بالتدريج حتى رجع إلى حالته الطبيعية وحجمه الطبيعي. ففرح الجندي المسكين بالشفاء فرحا كثيرا، وحمد الله، وسر صديقه سرورا جما، وشكروا للقزم معروفه وفضله، وأخبروه بما حدث من الأميرة وما جرى لهم. فقال القزم: سأنصح لكم نصيحة لتحصلوا على الثروة والهدايا التي ضاعت منكم. وقال لي غالب: خذ شيئا من هذه الكمثرى وهذا التفاح معك، واعلم أن من أكل من هذا التفاح كبر أنفه وطال وحدث له ما حدث لك تماما، وإذا أكل واحدة من هذه الكمثرى شفي ورجع أنفه إلى حجمه الطبيعي. فاذهب إلى الأميرة وبع لها هذا التفاح، فإذا أكلت تفاحة منه طال أنفها وكبر حتى صار مثل أنفك أو أكبر، ويمكنك في هذه الحالة أن تحصل بذكائك على الأشياء التي أخذتها منكم بغير حق. فشكروا لصديقهم القديم عطفه ومساعدته، واتفقوا فيما بينهم على الخطة التي يجب أن تتبع بكل دقة، ورأوا أن يقوم غالب بتنفيذها ويبيع التفاح للأميرة لأنه هو الذي جرب تأثير التفاح والكمثرى. فلبس غالب كما يلبس البستانيون وغير مظهره وشكله، وأخذ معه سلة مملوءة بالتفاح العجيب، وذهب إلى قصر الحاكم وقال إن عنده تفاحا لذيذا نادرا لا نظير له، وقد أعجب به كل من رآه وتمنى أن يذوقه. فقال إنه خاص بالأميرة ولم يرضى أن يبيع منه شيئا لأحد، فأرسلت إليه الأميرة خادما ليشتري منه كل ما معه من هذا التفاح الناضج الوردي اللون، فاشتراه ودفع له الثمن، وذهب غالب بائع التفاح إلى حاله. وقام الخادم بغسل التفاح وتقديمه إلى سيدته، فأخذت الأميرة تفاحة وأكلتها
فوجدتها لذيذة الطعم فأكلت تفاحتين أخريتين. وبعد أن أكلت الأميرة 3 تفاحات بدأت تحس بألم وشيء غريب في أنفها، فوضعت يدها عليه فوجدت أنه غير أنفها العادي وأن طوله أخذ يزداد وينمو بالتدريج واستمر يكبر حتى وصل إلى صدرها. فصاحت واستغاثت بأبيها فحضر ورأى هذا المنظر العجيب وأرسل إلى الطبيب، فجاء بسرعة ورأى أنفها مستمرا في الزيادة والطول حتى وصل إلى الأرض، فعجب الطبيب وأعطاها دواء فشربته ولم تجد له نتيجة. وفي تلك اللحظة كان أنفها قد وصل إلى النافذة وأخذ يمتد حتى وصل إلى الحديقة، والأميرة تبكي من هذا المرض الغريب المؤلم المخجل القبيح المنظر، والأب في حيرة واضطراب، والطبيب عاجز عن معرفة الدواء الشافي. فأرسل الأب الحاكم إعلانا في جميع البلاد يستدعي فيه الأطباء والجراحين لعلاج الأميرة من مرضها الغريب، ووعد بإعطاء من يشفي الأميرة من مرضها العجيب جائزة ثمينة لا نظير لها. فحضر الأطباء والجراحون من كل مدينة وحاولوا جميعا علاجها وبدلوا كل ما يستطيعون وجربوا كل ما عندهم من الأدوية، ولكن الأميرة لم تشعر بتحسن مطلقا واستمر أنفها يزيد طولا. وبعد أن مكثت أسبوعين في عذاب وآلام وعلاج بدون فائدة، حضر الجندي غالب وقد لبس ملابس طبيب وغير مظهره ومثل دور الطبيب تمثيلا تاما، وحضر إلى القصر لعلاجها ومعه في حقيبته شيء من الكمثرى، فبحث حالها وقال إنه يستطيع شفائها من مرضها، ولكنها تحتاج إلى كثير من الزيارات والتجارب. وليزيد عقوبتها سألها عن السبب في هذا المرض، فقالت إنها أكلت 3 من هذا التفاح فحدث لها ما حدث. فقال لها: أريني تفاحة منه. فقدمت له تفاحة فقطع منها جزءا صغيرا وأمرها بأكله ليرى النتيجة، ووعدها بزيارتها غدا ليراها مرة أخرى ويرى أثر هذا التفاح. وفي الصباح حضر ثانية ليرى النتيجة فوجدها سيئة وقد طال أنفها، فزاد قلق الأميرة واشتد خوفها. وفي هذا اليوم قدم لها الطبيب غالب جزءا صغيرا من الكمثرى التي معه وقال لها: أنا متأكد تمام التأكد أنك ستشعرين بتحسن كبير إذا أكلت هذا الدواء، ووعدها بالزيارة في اليوم التالي. وفي اليوم التالي حضر الطبيب غالب ورآها وسألها عن النتيجة، فأجابت: إني أشعر بتحسن كبير وصار الأنف أقصر مما كان، فطوله الآن 4 أمتار بعد أن كان مئات من الأمتار. ولكي يخيف الأميرة ويتمكن من الحصول على الهدايا 3 التي اقتصبتها، أعطاها قطعة صغيرة من التفاح ووعدها أن يزورها في الغد. وفي صباح الغد حضر فوجدها حزينة ووجدها حالة أنفها سيئة، فقال لها الطبيب: إن الدواء الذي أعطيتك إياه هو العلاج الوحيد لمرضك ولا يعرفه أحد غيري، وقد رأيت تحسنا كبيرا على يدي وصار أنفك قصيرا بعد أن كان طوله مئات من الأمتار، وقد أصبح اليوم أسوأ مما كان، فلا بد أن يكون في الأمر شيء معاكس لعلاجك وشفائك.
وإنني أعرف حق المعرفة قوة الدواء الذي أعالجك به، ويظهر لي أنك قد أغضبت الله وارتكبت بعض الذنوب، ولن يتم العلاج إلا إذا طهرت نفسك من الذنوب وأرضيت الله وأعطيت كل إنسان حقه. فأنكرت الأميرة بشدة أنها ارتكبت ذنبا أو خطأ، وقالت إنها لم تغضب الله مطلقا. فقال لها غالب: لا فائدة من الإنكار يا سيدتي، قولي ما تريدين وافعلي ما تحبين، ولكنني صادق فيما أقوله لك، وأنت مذنبة وستموتين من هذا المرض الخبيث إذا لم تقولي الحق وتعترفي بذنبك وتتوبي إلى ربك. ثم ذهب الطبيب إلى الحاكم وأخبره أن حالتها قد ساءت بعد أن تحسنت كثيرا، وأن العلاج لن يتم إلا إذا اعترفت بما حدث منها وردت الحقوق إلى أصحابها. فذهب الحاكم إلى ابنته ومعه الطبيب، ونصح لها أبوها بالاعتراف بالحقيقة حتى يتم شفاؤها ولا تعرض نفسها للخطر. فقالت الأميرة: لقد احتلت على بعض الجنود وأخذت منهم كيسا ثمينا ورداء عجيبا وبوقا غريبا، وهذه كل ذنوبي. فقال لها أبوها: ابنتي العزيزة، أرجعي هذه الأشياء إلى أصحابها، ويمكنك تسليمها للطبيب ليرسلها إليهم ويكمل علاجك. فطلبت الأميرة من الجارية أن تحضر هذه الأشياء الثلاثة، فأحضرتها وقدمتها الأميرة إلى الطبيب ورجته أن يرجعها إلى أصحابها، وقد وصفتهم له. وفي اللحظة التي تسلم فيها هذه الهدايا الثمينة، لبس الرداء العجيب وأعطاها كمثرة كاملة فأكلتها، ورجع أنفها إلى حالته الطبيعية وشفيت من مرضها تمام الشفاء. ولم ينتظر الطبيب شيئا من المكافأة والجزاء، وتمنى أن يكون مع صديقيه، ففي الحال وجد نفسه معهما، وقد عاش الأصدقاء الثلاثة معا عيشة سعيدة كلها تعاون ومحبة وإخلاص، واستمروا أصدقاء مخلصين طول الحياة. وبهذا تكتمل قصة الأنف العجيب، وإلى اللقاء في قصة أخرى.